اعتلتك خضراء الدما ونسيت نفسك والزمن. يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. فتنتك خضراء الدما ونسيت نفسك والزمن. يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتحدث عن فتنة خطيرة من الفتن، وهي فتنة الأنا. أنا هذه كارثة، أنا عميدها إبليس. يعني عميد الأنا في العالم منذ أن خلق الله أبانا آدم وأمنا حواء، يعني ظهرت الأنا مرتفعة على لسان إبليس. لماذا؟ أمر الله الملائكة بالسجود، وكان إبليس من الجن وأمر بالسجود مع الملائكة، لكن الأنا عند إبليس كانت متضخمة، وهنا الكارثة. قال أنا خير منه. هذه الأبلسة استمرت إلى يومنا هذا. ليس إبليس الجن فقط، وإنما أبلسة وشياطين الإنس. أنا الزوج يقول أنا، والزوجة تقول أنا، ومدير المؤسسة أنا، والولد يقول أنا. سبحان الله، قال عليه الصلاة والسلام لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه نائما على حصير ذو قش أثر في جنبه، فبكى عمر وقال يا رسول الله، يعني كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلون في الحرير والديباج، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. الآن الطفل في البيت كسرى، والبنت قيصر، والزوجة كسرى وقيصر، والأب الأكاسرة والقياصرة. يعني الكارثة الكبرى أن البنت في البيت تعتبر نفسها كسرى، والأم في البيت تعتبر نفسها قيصر، والأب كسرى وقيصر. ولماذا؟ لأن الكارثة أو المشكلة الحقيقية أن تنتفخ الأنا. أنا خير منه، فما الذي ينتج عنها؟ هذه الفتنة كبيرة. عندما أرى نفسي متميزا عن الآخر، عندما أرى نفسي متفوقا على الآخر، أنا فلان، أنا عندي الإجازات العلمية الفلانية، أنا تقول الزوجة أنا بنت فلان، أنت لا تدري من خالي، أنت لا تدري من عمي، أنت لا تدري من أخي. وهو الرجل يقول يا سبحان الله، أنا جئت بك من بيت يعني كذا وكذا، ويعيرها سبحان الله. الكارثة الكبرى، المصيبة الكبرى أن تنتفخ الأنا. فإذا انتفخت الأنا ما الذي يحدث؟ إذا انتفخت الأنا هو لا يرى أحدا ولا يسمع رأي أحد، وإذا سمع سبحان الله فإنما يسمع بأذن ويخرج الكلام من الأذن الأخرى، وهنا يتمحور حول ذاته. فإذا تمحور حول ذاته ما الذي يصبح؟ كأنما هو إنسان يجلس داخل غرفة، هذه الغرفة لها 4 جدران، هذه الجدران كلها مغطاة بمرايا. أنت لو عملت هذه التجربة ووقفت في غرفة فيها 4 مرايا محيطة بك، ترى نفسك 1000 أنا. هذا صاحب الأنا. صاحب الأنا يقف على شاهق ولا يرى الناس إلا شوية نمل، حشرات زاحفة، سبحان الله. ولذلك ينظر شزرا إلى زوجته، سبحان الله، حرمة تعيد عليه الكلام إذا قال له ابنه المتعلم يا أبتي إن كذا وكذا. ولا أنت ولد صغير، أنت ما خبرت الحياة، ولد عنده 30 سنة يقول لي أنا، سبحان الله. فالأنا عندما تكبر تصل إلى المؤسسات، والمؤسسات تصل إلى أكبر من هذا، تهدم المؤسسات وتهدم البيوت
وتضيع المجتمعات وتضل عندما تدخل في دائرة أو فتنة الأنا. كيف يعني العلاج منها؟ لأن الدقائق معدودة التي نتحدث فيها. أول شيء أعلم أنني مخلوق من تراب، لأن فرعون الأنا عنده كانت عالية. ماذا صنع؟ إن فرعون علا في الأرض، ومن غبائه أنه يريد أن يعلو في الأرض. الأرض تحت أقدامنا، الأرض تحت أقدامنا، فكيف يعلو الإنسان يعني هو إنسان لا يرى إلا تحت قدميه. وأن لما علا في الأرض سبحانه ابتلعه البحر. لماذا؟ لأن الأنا ما أريكم إلا ما أرى، سبحان الله، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يا الله، سبحان الله. فالأنا عنده لما ارتفعت هذه الكارثة. فأنا لعلاج الأنا أشعر أنني من تراب، وأن الناس سواسية كأسنان المشط، سبحان الله، وأنني من الواجب أنظر إلى الناس في مواقف ثلاثة: أكبر مني سنا، وأصغر مني سنا، ومن هو في عمري. إذا تعاملت مع كبير السن أقول هو أفضل عند الله مني، لأنه سبقني بالإسلام وسبقني بالعبادة. والذي هو أصغر مني سنا أقول هو أفضل عند الله مني، لأني سبقت بالذنوب. ومن هو في عمري أقول أنا عندي يقين أنني مقصر، وهو ما شاء الله تبارك الله أفضل مني. فإذا تعاملت مع الناس على أنهم أفضل مني تزول فتنة الأنا. لكن فتنة الأنا إن تمكنت من إنسان فيا رحمن يا رحيم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من أنا، وأن يعيذنا وإياكم من شعار إبليس: أنا خير منه. لست خيرا من أحد، فخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتنتك خضراء الدمن، ونسيت نفسك والزمن، يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. فتنتك خضراء الدمن، ونسيت نفسك والزمن، يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن، الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن.